شايفة ازاي نمو الاهتمام بفن النحت في مصر دلوقتي؟ طبعا هو فن النحت من الفنون الجميلة جدا، وفيه بيطلع طاقات فنية جميلة جدا، وميزته ان هو بيضفي قيمة جمالية على المجتمع وعلى المحيط اللي بيبقى موجود فيه، على الميادين، على اي مكان بيتواجد فيه، فبيدي لمسة فنية جميلة طبعا. ويمكن فعلا ابتدينا شويه نحس شويه يعني باهميه فن النحت الفتره اللي فاتت صراحه. يمكن ده كان نتيجه لوجود العديد من التماثيل والمنحوتات اللي كانت شويه لا تمت بالهويه المصريه، اللي كانت موجوده في بعض الميادين، ويمكن حصلت عليها رد فعل جامد ان هي ما ده كانتش هنتكلم فيها دي. بتلاقي يعني قبول مننا كمتخصصين، فبالتالي بقت الناس يعني خلاص مدركه، وبقت تحس ما تشوف حاجه مش كويسه تعرف قيمه الاعمال الفنيه الجميله اللي موجوده في الاماكن التانيه او في الميادين التانيه. فيمكن برضو احنا من الحاجات اللي بناكد عليها طبعا لطلبه قسم نحت ان الفورم والشكل والنسب طبعا قد ايه من الحاجات المميزه، والحمد لله يمكن شاركوا في حاجات كتيره جدا من العديد من المسابقات برضو، وما شاء الله خدوا كتير من الجوائز المميزه. يعني قولي لي الكليه تستفيد ازاي من هذا الاهتمام المتزايد في الفتره الاخيره بالنحت وفن النحت، الكليه والقسم تحديدا؟ طبعا الكليه والقسم طبعا القاء الضوء على الفن بصفه عامه يعني بيرضي غرورنا ككليه فنون تطبيقيه طبعا، ده رقم واحد. وفي نفس الوقت بيحسس المجتمع بوجود كليه متخصصه ليها بصمات الفنية كتيرة في المجتمع، بس يمكن الناس يمكن ما تكونش عارفاها او مش مدركاها او مش مدركة يعني الفرق دايما ما بين فنون جميلة وفنون تطبيقية. يمكن احنا البعد الوظيفي عندنا مهم جدا، فلما نلاقي المجتمع بره ابتدى يدرك اهمية فن النحت واهمية ان يبقى النحت ليه دور مهم في اضفاء قيمة جمالية في المجتمع، يبقى بالتالي هينعكس علينا، هينعكس على المقررات والمقررات الدراسية اللي بيتم تدريسها، هيدي ثقة للطلبة نفسهم ويديهم دافعية ان هم ما يخرجوا لسوق العمل، يخرجوا المكان انا بشتغل في مجال الناس كلها مهتمية بيه، الناس كلها حاسة ان دي عليه دور كبير جدا في المجتمع بصفة عامة. عايز اعرف كمان بتشوفي ازاي يعني الدور اللي بتقوم بيه بعض اقسام الكلية، الدور المجتمعي بقى يعني من خلال المشاركة في بعض المبادرات الخاصة بتجميل الميادين او ايضا بعض المبادرات الشخصية؟ طبعا احنا الحمد لله لينا مبادرات كتيرة جدا تم تبنيها على مدار السنوات اللي فاتت. يمكن احنا العام الماضي كنا متبنيين مبادرة للفن لذوي الاحتياجات الخاصة، وعملنا فيها اكتر من فعالية، وقلنا برضو كان العام الماضي هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة، فقلنا يعني كان لازم يبقى الكلية ليها دور كبير في كده. برضو عملنا اكتر من ورش عمل لذوي الاحتياجات، سواء كانوا ضعف السمع، سواء كان ضعف البصر، سواء كان عندهم اعاقة ذهنية، خدنا اكتر من مجال واشتغلنا الحمد لله عليها، وعملنا ورش فنية ليهم متنوعة في مجالات مختلفة تغطي تخصصات الكلية برضو المختلفة، وعملنا ليهم برضو اكتر من مجالات تصميم للكلية عندنا. يمكن عملنا برضو من الحاجات المميزة اللي عملناها في الكلية، عملنا فكرة العصا البيضاء اللي هي العصا اللي بيحتاجها ذوي الاحتياجات اللي هم فاقدي البصر ان هم تعينهم في اثناء السير يعني، فعملنا تصميم مبتكر ليها وفي قسم طبعا تصميم الصناعي، وعملنا فيها اكتر من بعد وظيفي يساعدهم ان هم يعرفوا قيمة العملة الورقية اللي معاهم، تساعدهم في الحركة، خفيفة الوزن جدا، سهلة الحمل وسهلة التطبيق انها تطبق وتحط في الجيب، فراعينا فيها اكتر من بعد وظيفي علشان يتم توظيفها، والحمد لله تم توزيعها على عدد كبير جدا من فقدي البصر في جمعيات مختلفة، فدي برضو كانت من ضمن المبادرات المهمة اللي كانت العام الماضي. عملنا مبادرات طبعا كتيرة لتجميل الميادين وتجميل الساحات الشعبية، تجميل الأنفاق، وابتدينا يمكن العام الماضي والعام اللي قبله مع محافظة الجيزة، وعملنا تطوير لأكتر من نفق وأكتر من ميادين، عملنا جداريات في أكتر من مكان برضو، بحيث يعني زي ما بقول هدفنا ان احنا نحسس المحيط حتى اللي حوالينا ان في كلية فنون وليها بصمة في المجتمع وليها بصمة فنية في الكيان الموجود يعني.